الفريق مكون من 5 شباب لاجئين طلاب، 3 شباب وبنتين. الفريق بيمثل جميع اللاجئين اللي خارجين من بلادهم. عندك لاجئين من سوريا، من السودان، من العراق، من فلسطين، من أفغانستان. هو بيمثل تقريبا 70 مليون لاجئ حول العالم. الروبوت نحن يعني تدربنا بمنظمة مابس اللي هي بلبنان، تعلمنا القواعد الميكانيكية والأمور البرمجية لحتى حسنا نعمل هيك روبوت. بيميز مشروعنا أنه نحن عم نمثل لاجئين حول العالم، 70 مليون لاجئ، وقلنا الفخر أنه نمثل كل لاجئ على هالعالم، لأنه هني كمان عندهم قدرات وعندهم أفكار بتقدر تحل مشاكل عالمية، فنحن بنفتخر بهذا الشيء. ثالث مشاركة لنا بفيرست جلوبال تشالنج. السنة الماضية بالمكسيك شاركنا بالمسابقة، حصل الفريق فيها على جائزة الذهبية بالإنجاز الشجاع. هاي الجائزة هي بتنعطى للفرق اللي عندها تحديات كبيرة بعالمها اللي عم تعيشه، للفرق اللي واجهت صعوبات كتير، لفرق اللي وصلها الكت بوقت كتير متأخر لحتى تقدر تجهز حالها. هاي السنة اللي احنا نطمح بجائزة أكبر من هاي السنة اللي احنا محضرين حالنا كتير.